اهلا بكم. اللوب مهم جدا في عمل ترابل شوتينج. طب ايه فكرة اللوب؟ لو ممكن نبسطها، يعني انت لو فتحت الارم على اي ام يو مثلا، فانت بتفتح الالارم، الالارم ده بيبقى عبارة عن طرفين، الطرفين بيبقوا كلوز ومقفولين، الالارم بيقلير، اوبن الالارم بيظهر معاك. فانت مثلا عايز تيست البورت ده بعد ما فتحته وتشوف الالارم بيقلير ولا لا، هتبتدي تعمل لوب عليها، تجيب سلك وتقفل الدايرة عليها، هيبتدي الالارم يكلير معاك. هي الفكرة دي بيسموها الهاردوير لوب، ان انت بتستخدم اسلاك في عملية اللوب. ممكن برضو تعملها على ايوان، انك بيبقى عندك الايوان تي اكس وار اكس، ممكن تقفل تي اكس مع الار اكس، تقفل الايوان وتعمل لها تيست. ده برضو بنسميه هاردوير لوب. الهاردوير لوب ممكن تعمله على الاوبتيكال، بيبقى في حاجات مخصصة كده انك تقدر تقفل التي اكس على الار اكس. كل ده بغرض انك عايز تتست مثلا الكابل، عايز تتست الباث. دي فكرة الهاردوير لوب. في نوع تاني من اللوبس وهو السوفت وير لوب، وطبعا كل اللينكات اللي شرحناها في كورسنا بتسبورت انواع كتير من السوفت وير لوب. فمثلا ناحيه الراديو تقدر تعمل ار اف لوب، تقدر تعمل اي اف لوب، وهنفهم الفرق بينهم بالتفصيل وهننفذهم عملي مع بعض. تقدر تعمل لوب على الايوان، تقدر تعمل لوب على الايثرنت. كل ده بغرض انك مثلا عندك لو باث بيعد بيت ايرور ريت، تقدر تحدد المشكلة فين بالظبط. لو عندك لص مثلا على ايوان، عايز تعرف هي جايبة لص منين. لو عندك باث الار اف او الاي اف في مشكلة، عايز تحدد هو من انهي ناحية. اللوب مهم جدا في الترابل شوتينج ومهم تفهمه. طيب احنا عندنا انواع اللوب، قلنا زي ما ذكرنا هاردوير لوب بتستخدم فيها اسلاك وانت بتنفذه بايدك، سوفت وير لوب بيكون عن طريق السوفت وير اللي انت بتستخدمه. طبعا الترابل شوتينج ده مهم جدا، هتستخدمه كتير لو دخلت المجال في ايا كان موقعك. لو شغال فيلد طبعا هتستخدمه كتير، لو شغال باك هتلجأ له كتير. كل الأجهزة بتهيألي اللي مريت عليها في شغلي بتسبورت اللوب، سواء سوفت وير الـ RTN أو الترافيك نود أو NEC أو سيا أو حتى الـ UMPT، السوفت وير بتاعها بيسبورت اللوب. هنحاول نمر إن شاء الله على كل الأنواع بحيث نفهمها كويس، ويخلونا نبدأ مع بعض. هنعمل ان شاء الله اولا ال RTN، هنعمل RF لوب و IF لوب. بتيجي من الجنب هنا بتختار Diagnosis and Maintenance، ومنها بتختار Microwave Link Loop Back. طبعا بيجيب لك الرسمة ديت، اول مربع ده بيمثل البوردة بتاعت ال IF النود، تقدر تعمل لوب من عندها وبيسموه اي اف لوب. تمام، يعني ده الكارت اللي اسمها الاس اتش اكس اي 2، تقدر تقفل من عندها. جايز يكون البورت فيها هو اللي بيعد او في مشكله، فبتقدر تعمل لوب من عند النقطه دي. كمان في حاجه اسمها الار اف لوب، دي بقى من عند الراوه نفسها، تقدر تقفل ويعني بتدخل الار اكس على التي اكس، بيعملوا لوب مع بعض بحيث تقدر تختبر الباث ده. فانت احيانا بيجي لك ان في مشكله في البيرفورمانس بتاع اللينك بيعد، فبتبتدي تلجأ للحركه دي عشان تعرف هو بيعد منين. فمثلا انت لو عملت لوب على الار اف وابتدى اللينك يعد معاك، يبقى كده المشكله عندك في الناحيه دي. طبعا تقدر تنفذ اللوب ده من الفيسنج او السايت المقابل، نفس الموضوع، هتلاقي فيه ار اف لوب وفي الاي اف لوب والار اف لوب، ومنتهى السهوله بتعمل تشيك هنا، بتبتدي تعملهم ان هما ان لوب، وطبعا بيظهر لك الارم ان اللوب شغال، وطبعا لان هو بيأثر على السيرفيس. انت كده اما بتنفذ اللوب بتوقع السيرفيس وبتعمل لها انترابت. طبعا بعد ما تخلص الاكشن بتاعك لازم تعمل اوت لوب، تفك اللوب يعني، عشان الترافيك يرجع يمشي في مساره الصحيح. تيجي تنفذ اللوب، هو بيكونفيرم ان ده ريسك لان بيعمل انترابت للسيرفيس، فانت طبعا بتكون مضطر تعمل اكشن زي ده، فبتوقع السيرفيس شويه اما تخلص الاكشن بتاعك. تعالى نعمل اللوب على الايوان.
كنوع من الترابل شوتينج، انك تعرف لو في مشكلة عندك في وان تعرف هي فين. طبعا هاجي اختار البوردة بتاعت الوان، اعمل عليها كليك يمين اللي هي الاس بي 3 دي، وبختار حاجة اسمها تريبيوتري لوب باك. طبعا بيفتح لك الاوان، عدد الاوان اللي على البوردة، فانت بتقدر بمجرد بتختار اللي هي ان لوب، خلاص انت كده عملتها ان لوب، وبتبتدي تعمل التيست بتاعك. وبعد ما تخلص طبعا، لان السيرفيس كده لو عليها سيرفيس او ترافيك خلاص كده الترافيك ما بيمرش، انت كده بتعمل تيست، فلازم بعد ما تخلص تفك اللوب من على الاوان. قلنا دي كوسيلة من الترابل شوتينج او انك بتختبر الباص. طبعا بعد ما تختار الاستيتس اللي انت عايزها بتبتدي تعمل كويري عشان تتنفذ معاك. طيب ال RTN كمان بيسبورت الايثرنت لوب. هنفتح كونفيجريشن وهنيجي على انترفيس مانجمنت وهنختار ايثرنت انترفيس وهنيجي على ادفانسد اتريبيوت. هنا بتظهر البورتات بتاعت بوردة الاي ام، سواء عندك 6 او 4 الماك ادرس بتاعها. طبعا تقدر هنا تعمل حاجة اسمها ماك لوب باك. احيانا كتير البرفورمانس بتاع البورت نفسه او ترافيك الايثرنت بيكون فيه مشكلة، فانت بتلجأ انك تعمل لوب عشان تقدر تحدد في بيت ايرور ريت منين، هل من البورت نفسه او من كابل الايثرنت. دي طبعا الماك ادرس بتاع كل بورت. طبعا الماك ادرس ده بنحتاجه في تيست مهم جدا ان شاء الله هنعمله الفيديو الجاي، انك ازاي تعمل تيست عن طريق الماك ادرس، هننفذه ان شاء الله على RTN. تعال نشوف شكل اللوب اللي هو ال RF وال IF من واجهة اليونت اوفر فيو. تحت كل كارتة MMU في ايقونة للراوة، فانا بضغط على الراوة اللي انا عايز اعمل لها تيست، هلاقي في الواجهة دي حاجة اسمها لوب، هدوس عليها نفس الشكل اللي في RTN. اقدر اعمل لوب من عند الكارتة نفسها بتاعت الراديو اللي هي MMU نفسها زي RTN بالظبط، واقدر اعمل لوب من عند الراوة. طبعا قلنا الهدف اختبار الباص. بعد ما تخلص الاكشن بتاعك اتفقنا ان الاكشن ده بيعمل انتربت للسيرفيس، الترافيك بيقع، لازم بعد ما تخلص تفك اللوب اللي انت عملته. اتفقنا ان الهدف هو انك بتعمل تيست للباص. طبعا انت بمجرد ما تضغط كده انت كده دخلت الراوة او النقطة اللي انت عايزها في اللوب، وبعد كده بتخرج وتعمل سيف. ده مقال يا باشمهندسين انا كاتبه على موقع هواوي انتربرايز سبورت كوميونيتي. الموقع ده انا بكتب مقالات عليه، لو حابب تدخل وتشوف المقال. فانا هنا عامل مقال بعنوان لوب باك ترابل شوتينج، استعرضه معاكم، هو نفس اللي قلناه في الفيديو. طبعا انا هنا بتكلم عن انواع اللوب، قلنا ان انواعها في هاردوير لوب وفي سوفتوير لوب، وبشرح يعني ايه هاردوير لوب، انك بتستخدم سلك نحاسي عشان تعمل لوب على حاجة معينة بهدف انك تعمل اختبار للباص ده. واديتك مثال انك لو عندك بوردة زي الـ AMU بتاعت الالارمات اللي في الموقع، وانت عايز تختبر مثلا الارم انت فتحته وليكن على بورت 15، ده الارم اسمه AC فيلير. انت لو عملت لوب بالطريقة اللي واضحة قدامكم في الصورة انت كده الالارم المفروض يكلير، لو شلت اللوب يبقى كده الالارم هيرجع معاك كنوع من الاختبار. وبحاول ابسط لك موضوع اللوب في البداية. بعد كده دي اشكال اللوب تقدر تعمله على الايوان او T1 او اي حاجة خاصة بالستاندرد بتاع البي دي اتش. قلنا في كمان تقدر تعمل لوب على الاوبتيكال، الحاجات الفايبر تقدر تختبرها برضو، وتقدر تعمل لوب على الايثرنت هاردوير لوب. بعد كده اتكلمت في المقال عن السوفت وير لوب، يعني ايه سوفت وير لوب. طبعا هي فيتشر بتكون السوفت وير بتاع النود بتسبورتها،
عشان تسهل لك عملية الترابل شوتينج. وديت مثال مثلا انت تقدر تعمل باك لوب على الايثرنت بتاع البي تي اس، وجايب لك خطواته هنا طبعا. وده الاي 1 ازاي تعمل لوب، عدينا عليها بالفيديو. والار اف والاي اف لوب، طبعا هو الموقع مخصص لهواوي، فمش هتلاقي عليه حاجة غير الاكويبمنت اللي خاصة بهواوي. كده ان شاء الله فكرة اللوب وصلت. بتمنى الفيديو يكون مفيد. انتظروني في الفيديو القادم، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.